لاعب ميشيل باستوس. مواجهات داخل أرضية الملعب ما بين اللاعبين. كرة موجودة الآن إلى حميد، حميد يسدد، حميد يا سلام، الله هو يعلم بكل التفاصيل، يعلم بكل التفاصيل، يعرف قيمة نادي الشالكة، يعلم كل التفاصيل في بنت أرينا، في معقل وملعب نادي الشالكة. حميد التمتوم يسجل التعادل، ويا له من تعادل، يا له من تعادل. صاروخ 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 حارس المرمى هيلدبراند، ما استطاع أن يعمل معها شيء، ما استطاع أن يعمل معها شيء. حالك حالي أنا هنا في كابينة التعليق، فقط أشاهد وأتابع وأعلق على هدف ملعوب من حميد التمتوم. صاروخ الكرة لما تلبس في قدم التركي طريقها في الشباك، أكيد لاحظنا الخطأ من أوشيدا على شنايدر، وبعد ذلك استغلال الخطأ على أكمل وجه عملها